مساء الخير. لليوم الثاني على التوالي انعقد ملتقى الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية بحضور العديد من الفعاليات المهتمة بالشأن الاقتصادي. وتناول المؤتمر الواقع المصرفي والنقدي والمالي والاقتصادي في لبنان بعد 4 سنوات ونيف من الأزمة، فضلا عن الأمن السيبراني وتأثيره على الاقتصادات العربية. هذه الخطط هي خطط فاشلة، يعني لا يمكن تنفيذها لا من قريب ولا من بعيد، لأنه هذه الخطط لا بتقارب الواقع ولا بتحافظ على الناس على أموال المودعين، ولا حتى عندها القدرة أنه تقدر تعمل الاقتصاد تحفظه، لأنه ما في عندها خطوات فعالة. الأزمة ما افتعلت من شوك من برا، هي القطاع المصرفي بذاته افتعلها، الدولة اللبنانية افتعلتها، والمصرف المركزي افتعلها. دونك اليوم عندها مسؤوليات، القطاع المصرفي عنده مسؤوليات ما في يتهرب منهم يقول بكره انا ردوا لي مصريات يا بنك مركزي لردوا لكم مصريكم للوداع. لا، القطاع المصرفي عنده مسؤوليه بس مش لحاله، الدوله عندها كمان مسؤوليات. انا بظن المسؤوليه هي 50% الدوله اللبنانيه، 25 المصرف المركزي و25 القطاع المصرفي. استقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري وفد الهيئة الإدارية لجمعية الإعلاميين الاقتصاديين، واستهل اللقاء بكلمة أكد فيها أن المصرف المركزي هو المؤسسة التي يعول عليها في عملية النهوض الاقتصادي، شارحا نتائج زيارته إلى واشنطن التي أدت إلى رسم علاقات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والخزانة الأمريكية خصوصا، مبنية على تفاهم كامل لحفظ الوضع المالي اللبناني. وأعلن منصوري أن المصرف المركزي قام بكل ما طلبه الصندوق، وشدد على أنه لن يسمح بأن يكون لقرارات مصرف لبنان أي خلفية سياسية. أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصري في بيان أن المواد الغذائية هي الأقل تأثيرا في الارتفاع الذي سجله مؤشر أسعار الاستهلاك عن آذار الماضي على أساس سنوي، وخصوصا أن المؤشر يشمل 16 مجالا آخر، منها على سبيل المثال الكحول والألبسة والكهرباء والصحة والنقل وغيرها. وقال إذا نظرنا إلى الأرقام نلاحظ أن مؤشر أسعار المواد الغذائية ارتفع بنحو 50%، بينما ارتفع مؤشر الغاز والكهرباء 108% والإيجارات 117% والإيجارات الجديدة 212% والصحة 45% والتعليم 589%. رأى البنك الدولي في بيان أن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تهدد بوقف أو حتى تقويض بعض جوانب التقدم المحرز أخيرا في معالجة التضخم العالمي، ولفت إلى أن الحرب في قطاع غزة تسببت في تصاعد التوترات في جميع أنحاء المنطقة ودفعت أسعار النفط إلى الارتفاع. وفي توقعاته لأسواق السلع العالمية، أعلن البنك الدولي أن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تضغط بشكل تصاعدي على أسعار السلع الأساسية ولا سيما النفط والذهب، وأضاف يبدو أن العوامل الانكماشية المواتية الناجمة عن اعتدال أسعار السلع الأساسية قد انتهت. وفي الوقت نفسه فإن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التضخم العالمي. مع هذا الخبر نوصل لختام فقرتنا الاقتصادية.